گا جگہ جکا حدیث شریف کسا شروع چنا فرشتان کن نازل جد رضا توجہ نگم بو دقت نگم بو انشاءاللہ گم بس ہمراہی بس حدیث کسا زمزم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله انصاری عن فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه واله قال سمعت فاطمه انها قالت دخل علي ابي رسول الله صلى الله عليه واله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمه فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا فتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتى
سأذري أن أكون معكم تحت الكسرى. قال له عليك السلام يا بني وبني فتي فصاحب لرأيك نزلت هواي فدخل علي تحت الكسرى. ثم أتيت نحو الكسرى فقلت السلام عليك يا يا رسول الله صلى الله عليه وآله. أتأذنني أن أكون معكم تحت الكسرى؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكسرى. فلما اكتملنا جميعا تحت الكسرى أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يا من قلنا يؤلمني ما يؤلمه ويحزنني ما يحزنه. أنا حرب لنا حربه وسر لما صانه وعدو لما عاده ومحب لما أحبه. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك يا مرضوانا علي وعليهم واذل عنهم رجزا وتغيرهم تغييرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيها ولا أرضا مدحيا ولا قبرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسرى. فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسرى؟ وقال عز وجل هو أهل بيت النبوة وبعد الرسالة هم فاطمة أبوها وبعد أبوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا ولا شمسا ولا فلكا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله. وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا أمير وحي الله إنه لا أدخل من دونك فدخل جبرائيل على ذات الحصان فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجسان البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسوة من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأهل وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا من نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفر لهم لا يتفرقوا فقال علي عليه السلام إن من لا يفوتنا وفاز شيعتنا ولم تلك أعصاه فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بنفس نبيا واصطفاني بالرسالة نجيرا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الآن وفيه جمع من شيعتنا